4 months ago, Palestinian Farouk al-Khatib was detained by Israeli forces and subjected to severe torture, which led to deteriorating health conditions and an early release. لحد قبل 10 ايام فاروق طبعا فقد من وزنه 25 كيلو، وزن فاروق الان 35 كيلو. يعني اتوقع الصور واضحه وبدهاش يعني شرح. There are currently more than 3,000 Palestinian detainees in administrative detention who have not yet received a court decision but remain locked up without clear trial dates under harsh conditions, including random assaults and searches, minimal portions of poor quality food, deprivation of all clothes and devices, and the absence of any healthcare. تم الاعتداء عليه على مستوى البطن ببالون غاز من فرقة اسمها فرقة نحشون اللي هي بتعمل على نقل الأسرى. بعد كل أنا ما تعرضت للضربة بلشت أحس بأوجاع. قال لي على ما يبدو أن الضربة عملت إشي معي جوا، وقد يكون يعني أنه برضه هو التأخر في العلاج تاعه. بلش فاروق عنده مشكلة عدم الإخراج، بطل يأكل بطل يشرب، تقريبا فقد خلينا نقول القدرة على المشي، وطبعا صار عنده انتفاخ بشكل بالون مستوى بطنه. يعني تم نقله لمستشفى سروكا واخذوا خزعة، تأكدوا انه معه مرض منتشر يعني بشكل كبير، واعطوه بعض الملينات اللي على اساس يخرج، وكان تغذية بالوريد، كانوا حاطين له هون بربيش. قال حتى الدكتور لما يجي سحبه بعنف، قال الاحبال الصوتية صار فيها مشكلة عندي. يعني ما تم الافراج عنه من فاروق الا بعد ما تأكدوا انه حالته ميؤوس منه. طبعا هاي حصلت مع كثير اسرى سابقين، تم الافراج عنهم يعني بالمراحل الاخيره، وبده ينقل معاناه الاسرى لجوا، يعني كل اللي بصير فيها بده يصير في غيره.